يستضيف تشيلسي الإنجليزية أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب ستانفورد بريدج في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا، فيما يبدو بايرن ميونخ الألماني أمام مهمة سهلة مع لاتسيو الإيطالي. المزيد في سياق التقرير التالي. يبدو بايرن ميونخ الألماني حامل اللقب مرشحا فوق العادة لبلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف لاتسيو الإيطالي، فيما يراهن أتلتيكو مدريد على هدافه الأوروغوياني لويس سواريز لرد الدين إلى تشيلسي الإنجليزي. ويخوض بايرن ميونخ مباراة شكلية أمام لاتسيو بعدما حسم مباراة الذهاب بأربعة أهداف لهدف بغياب العديد من ركائزه الأساسية توماس مولر والفرنسي توليسو والألماني جنابري، كما حقق الفريق بعدها ثلاثة انتصارات متتالية في البوندسليغا عززت صدارته للبطولة المحلية. ويملك مدرب بايرن ميونخ هانز فليك فرصة اللجوء إلى المداورة لادخار جهد لاعبيه الأساسيين ومنح دقائق لاعب لآخرين، وسيحاول الفريق البافاري أيضا استغلال تذبذب مستوى نسور العاصمة الذي تراجعت نتائجه في الآونة الأخيرة. وفي حال تأهل البايرن إلى دور الثمانية سيحطم رقما قياسيا في الوصول إلى هذا الدور ب19 مرة، متجاوزا الرقم الذي يتقاسمه مع برشلونة. وبعدما خرج من ثمن النهائي الموسم الماضي على يد بايرن ميونخ، يمني تشيلسي النفس ببلوغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ 7 أعوام، وبالتالي فإن مواجهة أتلتيكو مدريد ستكون مهمة للنادي اللنداني ومدربه الجديد الألماني توماس توخيل، معولا على فوزه الثمين ذهابا بهدف مهاجمه الدولي الفرنسي أوليفر جيرو. ولم يخسر تشيلسي أيا من مبارياته ال12 الأخيرة في مختلف المسابقات منذ تولي توخيل الإشراف على إدارته الفنية مطلع العام الحالي خلفا لفرانك لامبارد. لكن مهمة تشيلسي لن تكون سهلة أمام أتلتيكو مدريد، كما أن الفريق اللنداني حقق فوزا واحدا فقط على أرضه في المسابقة القارية العريقة هذا الموسم، كان على حساب رين الفرنسي في دور المجموعات. ويدخل الفريقان المباراة على وقع تعثر مخيب في الدوريين المحليين، فأتلتيكو مدريد متصدر الليغا سقط أمام مضيفه ختافي بالتعادل سلبا، ما كلفه تقلص الفارق بينه وبين مطارده المباشر برشلونة إلى 4 نقاط. ولم تكن حال تشيلسي رابع الدوري الإنجليزي الممتاز أفضل من الفريق الإسباني بعدما سقط بدوره في فخ التعادل بالنتيجة ذاتها أمام مضيفه ليدز يونايتد. للمزيد ينضم إلينا مباشرة عبر سكايب المحلل الرياضي يوسف نوفل. مرحبا بك يوسف. بداية، مهمة أتلتيكو مدريد لا تبدو سهلة في ظل الأداء والنتائج الجيدة لتشيلسي مع مدربها الجديد توماس توخيل، هل أتلتيكو قادر على الإطاحة بالبلوز اليوم؟ تحياتي صديقي حمزة وأيضا لقناة المملكة. أكيد لا شك بأنه فارق الهدف، أنه فريق تشيلسي فاز على أرض أتلتيكو مدريد، ستكون مهمة أتلتيكو مدريد أصعب وعليه أن يسجل هدفين حتى يتأهل. ولكن موضوع عدم وجود الجماهير في الملاعب لا شك بأنه يعني عامل ربما يفقد داخل الأرض وخارج الأرض ميزتها، فممكن أنه فريق أتلتيكو مدريد أن يحقق الهدف ثم تبدأ المباراة مثلا إلى أوقات إضافية أو إلى آخره. المهمة ليست سهلة أبدا لأتلتيكو مدريد كما هي ليست سهلة لتشيلسي، ولكن الفريقان يعني كما تحدثت في التقرير يعانيان في الدوري المحلي تعادلا، ولكن وضعية أتلتيكو مدريد أفضل قليلا تشيلسي. نعم، دييغو سيمويني أو سيمويني يعتمد على خبرة لويس سواريز في هذه البطولة تحديدا، هل سيكون لسواريز كلمة في هذا اللقاء؟ لا شك بأن لويس سواريز هو من أحد أفضل المهاجمين في العالم، وهو عنده خبرة كبيرة جدا أيام كان مع برشلونة وحتى مع ليفربول في هذه البطولة الكبيرة. مباراة الذهاب لم يظهر سواريز بالشكل المطلوب، وسواريز في العادة لا يغيب عن مباراتين أو 3 مباريات متتالية ويتذبذب مستواه، فالمتوقع بأنه سيكون في أحسن مستوياته الليلة، وسوف يكون وضع تشيلسي أو دفاع تشيلسي ربما فيه بعض الصعوبات لغياب تياغو سيلفا عن اللقاء. نعم، الفريقان تعثرا محليا هذا الأسبوع، هل هذا دليل على أن الفريقين وضعا هذه المباراة الهدف الرئيسي لهما؟
اكيد لا شك بان عندما تكون هناك مباراه في دوري ابطال اوروبا تاخذ اللاعب حتى اللاعبين نفسهم يعني نفسيا يكونوا متحضرين للمباراه اكثر من الدوري. ربما يكون وضع اتلتيكو مدريد في الدوري افضل من تشيلسي لانه يتصدر الليغا، صح الفارق تقلص مع برشلونه لاربع نقاط ولكنه متصدر عكس تشيلسي. تشيلسي هو الان حاليا رابع في الدوري الانجليزي وبفارق ثلاث نقاط فقط عن ويست هام الذي يقع في المركز الخامس، يعني حتى مقعد دوري ابطال اوروبا بالنسبه له هناك صعوبات فيه. فهي المباراة ربما تكون يعني بوابة لتشيلسي لكي يعود مرة أخرى للواجهة الأوروبية، لكن أتلتيكو مدريد لن يكون الخصم السهل، لن يكون الخصم الذي سوف يسلم الراية من البداية. المباراة ستكون قوية جدا ويعني متوقع بأنها ربما تمتد إلى أوقات إضافية وربما لركلات ترجيحية. نعم، يعني أتلتيكو مدريد على وجه الخصوص تعادل مع ختافي يعني صفر بنتيجة سلبية، وهذا قلص الفارق بالنسبة لبرشلونة أربع نقاط. كيف سيؤثر أو ستؤثر هذه النتيجة وهذه المباراة على أداء أتلتيكو مدريد في هذا اللقاء اليوم مع تشيلسي؟ أتلتيكو مدريد يعني إذا ضيع الليغا هذا الموسم من يده ستكون هناك بصراحة يعني فاجعة كبيرة للجماهير، لأن الفارق كان كبير جدا، وصل إلى 11 و12 نقطة عن برشلونة وعن ريال مدريد، وكان هناك أيضا مباراتين مؤجلتين. فرط في نقاط كثيرة وليس فقط نقطتي ختافي في الأسبوع المنصرم، يعني فرط في نقاط كثيرة، يعني الذي كان يتحدث قبل 4-5 أسابيع أو 6 أسابيع بأن برشلونة سيكون الفرق بينه وبين أتلتيكو مدريد 4 نقاط كان يقول لك ماذا تقول يعني، ولكن هذا فعلا ما جرى. الآن الفريقان يحاولان التعويض، يعني أتلتيكو مدريد يحاول التعويض عن طريق دوري أبطال أوروبا وكذلك تشيلسي. لا أعتقد بأن يعني التعادل في المباراة ضد ختافي سوف تلقي بحمل كبير، سوف يركز اللاعبين على هذه المباراة ويحاولوا أن يعودوا بالنتيجة، يعني نتيجة 1-0 ليست نتيجة مأمونة للفريقين. نعم، تشيلسي لم ينجح في الوصول لربع النهائي منذ موسم 2013-2014، هل تشيلسي اليوم فريق قادر على المضي في هذه النسخة في ظل الأسماء الجديدة في صفوفه؟ هو قادر لأنه بصراحة تغيير المدرب يعني من قبل إدارة تشيلسي كان في وقته المناسب، يعني لامبارد صح أنه كان يعني جمهور تشيلسي أو حتى إدارة تشيلسي متوقع منه أن يقدم أداء كبير. الطريقة التي يعني أو الوقت الذي اختار فيه إدارة تشيلسي تغيير المدرب وجلب مدرب كبير مثل توخيل يعني وحقق نتائج إيجابية جدا في الفترة الأخيرة، يعني ربما يكون يكسر هذا الحاجز ويعود مرة أخرى إلى دور الثمانية. لكن لا نريد أن نغفل بأن أتلتيكو مدريد فريق متمرس عنده مدرب من سنوات طويلة جدا، وفريق يعني أصبح يلعب الأدوار الأولى في أوروبا منذ تقريبا تقلد سيميوني الإدارة الفنية في الفريق. لابد أن نتحدث عن مواجهة بايرن ميونخ وأيضا تشيلسي. الفريق البافاري تقريبا حسم التأهل بعدما تغلب برباعية ذهابا بغياب أبرز النجوم. يعني هذه المباراة يعني هناك معجزات في كرة القدم، ولا شك بأن كرة القدم هي لعبة غير مأمونة، ولكن يعني الأمور فيها محسومة تماما. الفوز في على لاتسيو في روما برباعية من قبل بايرن ميونخ، الفريق الذي لا يرحم، الفريق الذي أعتقد بأنه هو بالنسبة لي يعني الفريق المرشح الأول للحفاظ على لقبه، لأن يعني ربما تكون هو الفريق الأكثر نقول مستوى ثابت. لاتسيو فريق يقف في المركز السابع في الدوري الإيطالي، يعني مستواه ليس في على أحسن حال. أعتقد بأن بايرن ميونخ سيجدد فوزه مرة أخرى على لاتسيو الذي لن يكون له أي مقاومة في المباراة. الأخبار وبعض اللي يعني الأنباء تشير إلى أن المدرب فليك سيريح مجموعة من اللاعبين ومن أبرزهم أيضا الحارس مانويل، كيف سيؤثر هذا على أداء الفريق؟ يعني اتوقع انه سوف يعني يقوم بتدعيم، يعني لن يريح الجميع ولن يلعب بالتشكيله الكامله، وذلك من حقه لانه هو يعني فايز في الذهاب 4-1، يعني يحتاج لاتسيو لكي يفوز على ملعب بايرن ميونخ ب 4-0. فيعني اعتقد ان هذا لن يؤثر كثيرا على مستوى بايرن، لان لاتسيو فريق بصراحه يعني ليس له لنقل اي فرصه في المباراه. يعني بايرن ميونخ في الدوري الالماني مرتاح، في دوري ابطال اوروبا سوف يذهب الى دور الثمانيه وهو ايضا مرتاح، فهو يحاول ان يحافظ على جهد اللاعبين للمراحل القادمه، لن يؤثر ذلك على بايرن على ما اعتقد. المحلل الرياضي يوسف نوفل، شكرا جزيلا لك.